بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وبعد. النهاردة نتكلم في موضوع مغاير خالص عن اللي فات، حيث لمست أن هناك قصور في فهم بعض مسائل الأحوال الشخصية، خاصة أن هناك أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا للأسف نتيجة لسهو، مش هقول جهل، بعض القائمين بأعمال المحاماة يخسروا القضايا بتاعتهم، في حين أن الأحكام واضحة وبينة ما بتحتملش تأويل آخر. وبناء عليه هنتكلم إن شاء الله النهاردة في قانون الأحوال الشخصية بصفة عامة وبعض الأحكام اللي هنعلق عليها ونشوف دور الأستاذ المحامي فيه. في البداية ورحب بمعالي الوزير الدكتور المستشار أخويا العزيز الشيخ طه، هو بيكرمني بالحضور والجلوس، قال أنا عاوز أسمع أحوال شخصية النهاردة. خلي بالكم هو أستاذ الأساتذة طبعا في القضاء الإداري، فطبعا بيسعدني تشريفه ووجوده معانا، وهنفتح بعد كده حوار أو نقاش. في البداية أنتم درستم في مسائل أو في الفقه وأصوله الحقوق المتعلقة بالتركة، حد فكرها؟ الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى، حد فكرها؟ مين اللي فاكرها؟ طب اللي فاكر يقوم، اللي فاكر يقوم. مش قلنا أربع حقوق هراجعهم معكم تاني، انتوا هتتذكروا وانا ايه هزودكم بعض المعلومات. عندما يتوفى الانسان هناك حقوق متفق عليها، ان الانسان اول شيء عندما يتوفى اهله ملزمين بتكفينه وتجهيزه، ده اول حق لي. الله عز وجل اول حاجه تكفين الميت وتجهيزه. اثنين قضاء ديون. قضاء ايه؟ الديون اما دين لله تعالى واما دين للعباد، ايهما يقدم دي مش مسألكم انتم، ده مسألة فقهية خلافية كبيرة مش هتحدث فيها. طيب ثالث حاجة تنفيذ وصايا، تنفيذ ايه؟ ابقى تكفينه وتجهيزه، قضاء ديونه، ها الصوت الأزمة بتاع كل مرة. حاضر. تاني قلنا تكفين وتجهيزه، قضاء ديونه، تنفيذ وصاياه. طيب آخر حاجة إيه؟ تقسيم التركة. أبقى الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة تقسيم إيه؟ طب تقسيم التركة بين من؟ بين من يستحقها؟ يستحق التركة. وأنتوا عارفين الأنصبة المفروضة شرعا معروفة، واللي بيرز بالفرض وبيرز بالتعصيب، أنا مش هراجع معاكم لأن المفروض دي انتوا درستوها. جالك واحد كده قالك يا أستاذ كذا كذا النبي حلي لي وزع لي التركة دي، وزعها لي كده. طبعا كثير منكم يعلم والبعض ما يعلمش، اللي ما يعلمش ده لابد أن يعلم يعرف. طيب انتوا عارفين عادات بعض المصريين، البعض بيستأثر بالتركة ولا يريد لأحد أن يشاركه فيها، والبعض بيحرم البنات حرمانا مؤبدا، وطبعا ده أشد حرمة وأشد جرما، لأن ده أعتبره يدخل في سياق قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إلا الميراث إلا الإرث، فدائما البعض سواء عندنا في الصعيد أو في وجه بحري على الاستئثار بالميراث وحرمان البنات بصفة خاصة من حقهن في الميراث، وده طبعا أشد حرمة. لأن جيت مع المستشار أعدد المسائل
التي تستحق بها الميراث المرأة عن الرجل، وجدت أن المرأة تتفوق عن الرجل بأربعة عشر مسألة، خلي بالك 14 حالة المرأة تأخذ فيها أكثر من الرجل. اللي كان بيتكلموا دايما الغرب ويتشدقون ويقول لك ايه بيظلموا المرأة، مين اللي قال؟ تعال ده الواقع غير كده خالص. حالات كتيرة بتاخد أكتر من الرجل، حالات بتاخد كتيرة أكتر من الرجل. وبناء عليه من الذي يظلم المرأة؟ هو أهلها، أخيها، الوارثين عندها، هم بيظلموها. لكن الشرع ما ظلمهاش، الشرع لم يظلمها. طيب الدولة بدأت في العصر الحديث تنتبه لخطورة حرمان المرأة من الميراث بصفة خاصة وحرمان البعض بصفة عامة. هو ايه موانع الإرث؟ ايه متى الإنسان يستحق الإرث ولا يرث؟ ايه؟ حد يعرف؟ ايه؟ القتل؟ اختلاف الدين؟ القتل واختلاف الدين والرق. والرق انتهى، الرق ايه؟ انتهى. فالقاتل كما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. لكن النهارده القتل له صور متعدده، بجانب القتل المادي الملموس والمحسوس هناك قتل معنوي، وما اكثره. الواحده ممكن تقتل امها بالقهر بهبلها وعبطها، وممكن تقتل وراحت يقتل ابوه بالقهر، وده قتل معنوي، ده مش قتل معنوي. طيب فبناء عليه الدولة والأنظمة تنبهت لهذا. وأنا كنت في الخليج وكنت بشوف وضع الميراث بيكون ازاي. تعالوا عندنا في مصر بقى عملوا ايه؟ قالوا طيب انت ما تمتنع عن إعطاء الشخص حقه، أنا أعمل لك جريمة امتناع عن تسليم التركة. جريمة امتناع عن تسليم التركة، وأصبح جنحة الحبس فيها وجوبي، لا يقل عن 6 أشهر ولا تزيد الغرامة عن 100,000 جنيه. ولها أثر أخر. إزاي؟ من هنا يأتي دور الأستاذ المحامي بقى. مين فيكم اشتغل أحوال شخصية عشان أشرح لكم الحكم؟ مين فيكم اشتغل احوال شخصيه؟ مين اشتغل منكم قضايا ارث؟ ولا واحد. اتفضل اتفضلوا. اسمك ايه؟ معاذ. قول يا معاذ. اشتغلت ورصات واشتغلت ثانوي. اشتغلت ايه؟ اشتغلت ورصات مواريث يعني. واشتغلت ثانوي. ايه المواريث اللي اشتغلت فيها؟ عملت اعلام شرعي يعني. اعلام وراثه. اه عملت اعلام وراثه. وبعدين رفعت قضايا ارث ولا انت ورثت على الورقه؟ لا انا رفعت القضايا وقعدت في المحكمه. ها؟ رفعت القضايا وقعدت في المحكمه. تمام. وتوقف دورك عند كده. كنت بطالب بايه؟ كنت بطالب استلم اعلام وراثه عشان اقدمه. يعني فرز وتجنيب ولا قسمه ولا ايه بالظبط؟ فطلبت ايه؟ ها؟ دعوة ايه؟ دعوة ايه اللي طلبتها؟ دعوة اعلام وراثة. طيب نعم تمام اتفضل يا سعد. اتفضل ماشي. الغالب ان انتوا ما اشتغلتوش احوال شخصية. واللي اشتغل احوال شخصية ده يكون متمكن شوية من قانون الاحوال الشخصية. ان عندنا قوانين بدءا من العام 20، كان القانون 20 لسنة 25، ثم القانون 25 لسنة 29، ثم القانون 1 لسنة 2000، وما تلاه من ايه؟ من تعديلات قانونيه في مسائل الاحوال الشخصيه. طيب اتكلمت ابرز ما يدار الان هو امتناع الشخص اللي تحت حيازته الميراث عن تسليم التركه او تسليم مستند يدلل على احقيته في التركه. يعني هعمل ايه بقى لو واحد، هنضرب مثال على النوع الاخر لأنهن الأكثر ظلما في هذا الموضوع، والمثال هيتضح البيان.
صدر تعديل للقانون اللي هو 217 لسنة 2019 اللي كان أساسه القانون 43 لسنة 77، تعديلات إضافية ضربت فيه بالنسبة لامتناع أهل المتوفى عن تسليم التركة. المفترض العرف جرى إن احنا بنعمل قسمة رضائية أو نسميها قسمة المهيئة. قسمة رضائية بيوقع عليها مين؟ أهل المتوفى، كل واحد معروف نصيبه إلا إذا ارتضى. إلا إذا إيه؟ يعني إيه النصف؟ قبلت إن أنا أخذ التلت، مفيش مشكلة. أنت ليك التلت، قبلت تاخد السدس، مفيش مشكلة، طالما ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيه؟ بالباطل. طالما دي اسم نسميها قسم رضائي، الواحد يتسامح يعني ويتنازل. عاوزين نكرم، المفترض يعني الشهامة والرجولة إن إحنا نكرم مين؟ النوع الآخر، لأن النوع الأضعف مش أخذ منه، لا أنا أكرمه لأنه النوع الضعيف اللي مسؤول مني، لأن هذا النوع لا يسأل عن غيره، لا يسأل عن غيره، إنما هو مسؤول عن غيره، مسؤول من غيره، لا يسأل عن غيره. فالبنت مسؤولة من أبيها، تزوجت انتقلت الولاية لمين؟ لزوجها، راح زوجها انتقل الولاية لابنها، وهكذا. فهي مسؤولة، مسؤولة من غيرها ولا تسأل عن غيرها. أو بمعنى آخر بقى كده، كنت دايما أقول هي تغنم ولا تغرم، المرأة تغنم ولا تغرم، تغرمش حاجة، حتى لما تيجي تتجوز تاخد مهر، الولد يدفع مهر، لما تيجي تتجوز تاخد شاب، الولد يدفع شاب، هكذا طلع وكلة نازلة وكلة. لكن لا بنشرع، لا من خلال إيه؟ هذا من خلال النصوص، من خلال النصوص، ورغم ذلك مش عاجبه، ها؟ لكن نقول بقى ايه؟ اهم حقوق هي الميراث، اهم حقوق الميراث اللي ما اقدرش اظلمها فيها ابدا، اللي انا اعطيها اكتر من حقها، اعطيها اكتر من حقها. وبدأنا عليهم بشوفنا بقى كشخص عرضت عليه مسائل كثيره جدا. البنت تذهب مع ابيها، تسافر معه او مع اخيها، وتكون محرم ويكون محرم ليها، وهي تعمل وتأخذ وتعطي من؟ ثم يذهب أبيها فيجلس معها أخيها، تأخذ وتعطي من؟ لأن البنت بطبيعتها حنونة عطاءة البنت، فالمفترض أن نكرمها. لا، وفوجئت بعد ذلك أن اللي كان بيأخذ دول حرمان الميراث. دي العدالة، دي العدالة. وبناء عليه لكبح جماح أمثال هؤلاء تم إضافة على القانون 217 لسنة 2019 بتعديلات القانون 77 لسنة 43. قال إيه في بقى؟ قال الامتناع عن تسليم التركة. أما الامتناع عن تسليم الورثة، طبعاً أنتوا عارفين كيف أحصر الورثة، وأنتوا عارفين اللي بيرث بالفرض وبيرث بالتعصيب. ها؟ الأنصبة المقدرة شرعاً كم؟ حد عارف الأنصبة المقدرة شرعاً؟ ها؟ لا قولي لي كم؟ خمسة، ستة، سبعة، تمانية؟ ها؟ هو ايه هم؟ تفضل يقوم، خليك محامية جريئة، قولي حتى قولي غلط بس قولي. لا، الأنصبة المقدرة شرعا، ايوة دي اسمها الأنصبة، افهموا الألفاظ والمفردات يا شباب. اما قلتش بقى بيان من يرث ومن لا يرث، تعصيب او غيره، أقول الأنصبة المقدرة شرعا يعني مقرر. آه. ما جيب من الأكبر، أجل النصف ونصفه، قولي كده، قولي وراي، النصف ونصفه يعني النصف والربع، تمام؟ الثلثين ونصف، أبقى التلتين والتلت، ها؟ الربع ونصفه، أبقى الربع والتم، التلت ونصفه، التلت والسدس، أبقى نقولهم بقى كده كام؟ يلا قولي بقى. قولي الربع، انا مش بقولها لك كده بس انت قوليهم بقى، ابقى النصف والربع، تمام؟ ها؟ التلتين والتلت، ها؟ السدس والثمن، فخلاص؟ مش هقول لكم بقى من يرث، انتوا بقى عارفين مين اللي يرث بالفرض ويرث بالتعصيب،
وما ببدأ بالميراث ببدأ بمين؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ أطلق الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول حاجة أدي لصاحب الفرض، يعني رجل توفى وترك زوجته وبنته أو زوجته وابنه، أعمل إيه؟ أدي لزوجته أولا لأنها صاحبة إيه؟ فرض مقرر، لازم تاخد إياه الأول، وأقول له مع السلامة تبقى تاخده أنتم، صاحب الفرض كده. طيب جاء بعد كده فوجئنا أن أهل المتوفى اللي تحت حيازتهم الميراث بيرفضوا تسليم التركة. افهموا قال المفردة عشان هندخل في لغط أو في تأويل بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا. تسليم التركة الله، يعني في كان في اتفاق قبل التسليم، هو ده المفترض. الإنسان بيعمل دعوة قسمة أو دعوة فرز وتجنيب، طيب عملتها ثم امتنعوا عن التسليم، خلي بالك اللحظة دي، ولا هو امتنع مباشرة إنه يسلم التركة؟ نمشي، جت المحكمة الدستورية العليا واحد طعن وقال أن المادة التي عدلت، محامي من السادة الزملاء طعن في القضية رقم أو بلها 23 والقضية 31 ها لسنة 2017، طعن أمام الدستورية العليا بأن هذه المادة التي أضيفت مادة غير دستورية لأنها تخالف الشرع وأنها لم تتضمن نصوص بعينها، أنا عددها ليكم. المهم المحكمة الدستورية رفضت الطعن وقالت إن المادة دستورية، فأتت المحاكم بناء على هذا النص وتعمل إيه بقى؟ طبعا لو سمحت المفترض دعوة التسليم دي جنح، عدنا عن تسليم التركة دي جنح، يعني فيها حبس، فيها إيه؟ حبس، ولازم ينفذ حبس وجوبي. طيب فوجئنا أن كثير من المحاكم بتعطي براءة، تعطي براءة رغم أنه ممتنع عن التسليم. ليه بتدي براءة؟ قال لأنك ما رفعتش دعوة فرز وتجنيد، لازم الأول فرز وتجنيد، لازم دعوة ترفع دعوة فرز وتجنيد. هل إذا الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ تعالوا نحكم العقل السليم والمنطق المستقيم. أنتوا عارفين أن الأفهام مختلفة، ولذلك موجود التأويل ده حتى في الشرع، درجة المفردة لها أكثر من إيه؟ من تفسير. إيه أنتوا استنتوا الكلام ده جبتوه منين؟ أنتوا معايا؟ لأنه كنت ترفعوا دعاوى وتفاجأ بأن تراجع، ده حتى خلي بالك لو لم يحضر المدعي عليه، حتى لو ما حضرش بيعتبر براءة، مش انت حكم غيابي او حكم تهديدي، نظر بقى للفرض والتجنيد نظرا اولها على ايه؟ قال لك لا، لانه لم يسبق دعوة لامتناع عن تسليم التركة فرز وتجنيب التركة. عايز اقول لك لازم اللي امتنع عن تسليم يكون حاجة محددة المقدار، ايوه، على اساس ان هذا شيء. الله، هو انت مكنتني اصلا؟ هو انت مكنتني من تركتي؟ هو انت عرفتني نصيبي ايه؟ وانت عرفتين نصيب ايه؟ وبناء عليه انا هقرأ عليكم الحكم ثم اضرب لكم مثال علشان بعد كده تعرفوا تصححوا. ولو القاضي وجدتوه ان اصدر احكام بالبراءة تعملوا ايه؟ هل يجوز لك ترفع الدعوة تاني ولا لا؟ طب اصدر احكام بالادانة نعمل ايه؟ طب اصدر احكام بالادانة قبل حكم الدستور العليا، اصدر احكام بالادانة بعد حكم الدستور العليا تعمل ايه؟ تعالوا بقى. هنا من شروط جريمة الامتناع عن تسليم التركة ثلاث شروط اللي أنا أسميها الوجود والحيازة والمطالبة. وجود يعني وجود تركة، لازم يكون فيه تركة عشان أرفع دعوة، وحيازة
حيازة في يد من؟ أو تحت يد من؟ ها؟ الممتنع عن تسليم التركة. هو البيت بتاع أبوه وأخواته برا، وضع إيده على البيت، وضع إيده على الأرض، وضع إيده على المسندات، وضع إيده على كل حاجة. أبقى الأول وجود تركة، حيازة تحت يد الممتنع، ثم مطالبة من مين؟ من الشخص الوارث بيطالب بحقه في الإرث. أبقى دي أول ثلاث شروط أو ثلاث شروط أساسية لرفع دعوى امتناع عن تسليم تركة. وجود، أي وجود تركة، ما يكونش شيء خيالي أو شيء في كمان معلش غير ممكن على غير قادر على تسليمه، يعني شيء غير ممكن مثلا أو شيء غير موجود، لا لابد يكون شيء متحقق الوجود، تركة موجودة معلومة جميلة. نعم اتفضل يا باشمهندس. كويس جميل. احنا هنتكلم بقى في الاشهار وعدم الاشهار، وما اكثر بقى المشاكل المترتبه على الاشهار وعدم الاشهار. خلاص طيب، ابقى اول شركه تكون موجوده وجود عيني في ارض، ايه في ارض، في عقار، في اموال سائله، في اموال في البنوك، ابقى موجود طيب، وممكن تسليمها ثم يسحب ذلك مطالبين يسلم حقوق في الارث لكن ما لا يطالبوا بيهم. أبا لابد وأن توجد مطالبة. طيب طالبتهم بيه؟ إحنا في العادة بنعمل إيه؟ الموضوع ودي يا جماعة، يلا نوزع الإرث وبنعمل قسمة رضائية. طب هذه تعد مطالبة؟ تعد مطالبة القسمة الرضائية؟ ما فيهاش إنذار ولا فيها أي إجراء قانوني، بس عملية إيه؟ رضائية بين الأهل حتى لا تنقطع الأرحام، وأنتوا عارفين صلة الأرحام فرض، صلة الأرحام فرض، كما أن تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه فرض. فوازن بين الفروض، وازن بين الفروض، تقطع صلة الرحم ولا تطالب بحقك. هنا الإنسان يقع في حيرة، في بعض الأسر لو طالبت بالحق أبدا بتقطع صلة الرحم، لو سكت عن حقك ده أنت بقى حاجة تمام، حاجة جميلة. بقينا صلة الرحم، يعني ايه صلة رحم؟ للأسف للأسف. طيب أبقى الثلاث شروط دول لابد ان هم يتوفروا حتى انني استطيع ان اطالب بالتركة. طيب تواجدوا دول، ايه الخطوات التي يجب اتباعها للمطالبة بحقك في الإرث؟ اولا زي ما قال الأستاذ معاذ قال اول حاجة ايه؟ هعمل اعلام وراثة. لا تعملوا إعلام الشرع طبعا، ده بنت مين ولا ده ابن مين، ونطلع إعلام وراثة بيقسموا في إيه التركة بين إيه المورثين. اتنين بذهب إلى قسم الشرطة، الواقع في دائرة يمين الشخص المدعى عليه، وحرر محضر. وحرر إيه؟ محضر. انا بطالب بالارث بتاعي، اجراء قانوني اهو. ابقى انت اول حاجه في ايدك الاعلام الشرعي، في ايدك الاعلام الشرعي. اتنين هذهب الى قسم الشرطه واحرر محضر، ده تمهيدا لايه؟ للجنحه. تمهيدا انا ما برفعش دعوى قسمه او دعوى فرز وتجنيد، انا ماشي علشان النيابه، دور النيابه تعمل ايه؟ وإذا النيابة ما عملتش أنت محامي تعمل إيه؟ أبقى أنا لا أتكلم عن دعوة قسمة أو دعوة فرز وتجنيد، أنا بتكلم عن امتناع عن تسليم تركة. بمسك الإعلام الشرعي في إيدي، إذا كان معايا مستندات دالة على أن هناك إرث، يعني مثلا بروح بجيب مكلفة تكلف، بروح الضرائب العقارية مثلا، ها؟ بروح شهر عقاري، بروح هنا بجيب إيه؟ ما يدلل على أن هناك تركة، هنا هناك تركة بجيبها وذهب بها إلى اسم الشرطة وحرر محضر بذلك. طيب طبعا بيتضمن هذا المحضر تفاصيل دقيقة عن الميراث في كذا وكذا وكذا وكذا، حتى أن أنت ما تدعيش وترى يرجع عليك بعد كده، لا تفاصيل دقيقة
مقرونه بادله، يعني مقرونه بمستند. تروح الضرائب العقاريه تجيب المكلفات باسم كذا، تروح الشهر العقاري تجيب ده اللي عندي مسجله باسم فلان، معاك دعوه صحه توقيع لكذا، التواريخ، معاك عقود، معاك نعم. لا هو الصور فوتوغرافي ممكن يكحدها، بس احنا من ايه بنقدم اصول، بنقدم اصول ليها عشان تاخدي حقك، لان ده ممكن يمكنك. النيابه ممكن تمكن الشاك تقول له اعمل لك محضر تمكين، ويعمل تمكين ويذهب تطلع معاه قوه شرطه وتمكنه من ميراثه بدون دعوه اهو وبدون قضيه. ما احنا جايين في الكلام. طيب تحرير محضر في القسم بالميراث المأخوذ، طبعا في حاله الرفض جه عملنا كل ده، والنيابه خاطبت مين؟ خاطبت الشخص المدعى عليه ورفض، قال مش هسلم التركه، مفيش تركه، مفيش ايه. النيابه توثقت وتيقنت من صحه المستندات، فدورها تعمل ايه؟ تصدر قرارا بالتمكين. خلي بالكم بقى عشان نعرف ليه لجأوا للدستور العليا. انا ماشي معاكم خطوه خطوه لحد ما نشوف ليه النيابه بتدي براءه، المحكمه بتدي براءه، وليه عضو النيابه بيدي ايه قرار تمكين. طب والخلاف فين؟ انت كمحامي تتوقف عند هذه النقاط. في حاله الرفض تقوم النيابه العامه باستدعاء الاطراف المتخاصمه محل النزاع، وبتقول لهم وتتناقش معاهم وتتناقش معاهم. طب اذا رفضوا تمكن الشاكي او تمكن الشاكيه من ارسها، وتطلع قوه تنفيذيه تنفذ هذا القرار حتى ولو لم يتم تحديد مصيرها. شفت بقى هنا بقى ايه العله في استدعاء النيابه وجلوسها مع، هل هنا بقى النيابه هنا تحولت الى دور ايه، المصلح ولا دور القاضي؟ خرجت عن اختصاصها. هنا بقى النيابه، قال لك النيابه بتستدعي الاطراف وتتناقش معهم وتعرض عليهم المستندات. ما انا ما اعرض مستندات ولا معروف نصيب المقرر شرعا، انا ليا الربع، ليا التمن، ليا السدس، ليا التلت، معروف. وبناء عليه اذا رفض الاطراف، اذا رفض، معذره انا نسيت اسم محمود، طيب يبقى ان النيابه الدور الثاني بتستدعي الاطراف وتتناقش معاهم، واذا وجد ان الشخص المدعي له حق بتصدر قرارها ايه بالتمكين، وبتؤمر قوه تنفيذيه تروح تمكن الشاكي او الشاكيه من حقه في الميراث. طيب ده نص يا معلم، انا هجيب له النص اهو، انا هجيب له الحكم. مش الحكم، لا ده نص. ما احنا دلوقتي بنتكلم ايه مشكله القانون ده بقى. المشكلة القانون ده ماليش لايحة. انا عايز تفسير. خلي بالك بقى. وانا قلنا لكم قبل كده ومعالي المستشار كلمكم قبل كده. قال لكم في التدرج الهرمي كده، هو انا بطعن على قرار اداري امام محكمة القضاء الاداري. القرار الاداري ده منبثق من ايه؟ مش من لايحة. واللايحة دي منبثقة من ايه؟ مش من قانون. والقانون ده منبثق من ايه؟ مش من دستور. اذا لابد من اللايحة. ايه رايك قانون بلا لائحه؟ اذا هتختلفي فيه التفسيرات والتاويلات ولا لا؟ ما اللائحه دي مفصله وموضحه ومبينه. ليه اللي في القانون؟ الدستور نص جامد، التشريع العادي بيحلله. من يحلل التشريع العادي؟ التشريع الفرعي اللي هو اللائحه. المشكله في هذا القانون انه لا توجد له لائحه. لا توجد له التفسيرات كترت. ده الذي دعا السادة المحامين أو المحامون إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا. فقالوا ما حكمه؟ قالوا إيه؟ المادة هي المادة 49 من القانون 2017 اللي هي بتتكلم عن الامتناع
عن تسليم التاريخ. اتكلمت عن حاجة إجرائية، أن الشخص اللي بيمتنع عن تسليم التركة بيحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 100,000 جنيه ولا تقل عن 20,000 جنيه، ويمكن الشاكي من الميراث. يعني بجد هذا لازم إيه؟ يستلم ميراثه، مش معنى أنه يتحبس بس، لا لازم يستلم إيه؟ أو تستلم ميراثه. طيب، المحكمة الدستورية العليا طعن أمامها أن هذه المادة مادة غير دستورية لأنها تخالف روح الشرع، روح الشرع الإسلامي. وإذا أسألهم فين روح الشرع الإسلامي، هو الشرع الإسلامي اللي تظلم الناس؟ بالعكس، ده أنا عندي مبدأ عام بيحكمني في النظام الإسلامي بصفة خاصة، أن تحقق مصالح العباد يعني تحقق شرع الله، وحيثما تكون المصلحة فسمى شرع الله. الإسلامي لا الدين الإسلامي لا يضيق بالجديد في الحياة، لا، طالما يحقق نفع أو يسد مطلب أهلا وسهلا به، هيحقق مضرة ببعده. فحكمة الله سبحانه وتعالى بتدور دائما من غير وجوب عليه، حاشا لله، تدور دائما مع مصلحة العبد. طب مصلحة العبد ياخد حقه ولا يهضم حقه؟ ياخد حقه. فأين روح الشرع؟ هو البشر كلهم على نمط واحد أو نوع واحد، أنا رجل عبد مثلا لا أرتدع إلا بالعصا، أنت رجل حر، أنت سيدة حرة، ترتدع بالنظرة، ترتدع بالنظرة. فإذا هنا بنختلف، ومن هنا شرعت العقوبة. هو ليه قال ده نقطع له إيده، وقال ليه نجلد ده، وقال ناخد ده، ليه ناخد ده بالحضن؟ ليه؟ هو اختلاف كده البشر، ولا يزالون مختلفين في كل حاجة. فما تقول لي هنا أنا برفع دعوة لعدم دستورية هذه المادة، أولا لأنها تتنافى مع روح الشرع الإسلامي. تفرح الشرع، ادي الناس حقها، اعطي الناس حقهم قبل صلاتك وصيامك، قبل زكاتك، دعوة المظلوم ازاي تسرق حقها؟ فكما ان هو ابوها وابوك، ابوك هو ابوها، اخوها اخوك، زوجها وانت ابنها، ازاي تظلمها؟ ده حقها ربنا قرره سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. لا. طيب، طبعا المحكمة رفضت هذا الطعن، رفضت هذا الطعن، وجات المحكمة سكتت ولم تبين ده بقى اللي احنا اختلفنا فيه، وقالت انا هأعمل القواعد العامة الواردة في التشريع العادي، في القانون العادي. ايه القواعد العامة؟ ايه القواعد العامة اللي واردة في التشريع العادي وسكت عنها الحكم الدستوري؟ قال لك انا مش هتكلم عن مسألة بالنسبة للدستورية المادة او غير دستورية المادة، مش هتكلم عن الامتناع عن تسليم التركة، ده يسبقه دعوى فرز وتجنيب أو دعوى قسمة، أنا هتركها للمذكرة الإيضاحية الوردة بإيه وإعمال القواعد العامة، ثم أتركها لقاضي الموضوع. من هنا حدث اللبس وحدث الخطأ. الله، يجي بعض القضاة يقول لك إيه على طول، خاصة في المراكز يعطي حبس، والقضاة في المدن يعطي براءة، قضية إحصائية. فما سألنا دول بتعطوا حبس بناء على إيه، ودول بتدوا براءة بناء على إيه؟ قال بناء على حكم الدستور العليا، يعني هو فهم الحكم حسب إيه، ما يمليه عليه إيه فهمه، وما يمليه عليه ضميره، إن الشخص اللي بيمتنع عن تسليم التركة سواء رفعت دعوة قسمة أو لم ترفع دعوة قسمة يحبس. ده مين؟ ده الحكم بتاع. تيجي المدن وأحدثها الأسبوع الماضي، وجدنا الرول كله كده معظمه كان كله إيه؟ كله براءة.
كله ايه؟ ولم يحضر الخصم او المدعى عليه وعطي براءة. وعطي براءة ليه؟ فما بيقرا حيثيات الحكم قال لهم لا، لانه لم يسبق طلب الامتناع الجنحة لم يسبق دعوة ليه. لكن هنا السؤال بقى، اين ابداعكم انتم وابتكاركم؟ هو انا بلجأ للجنحة ليه؟ هو انا لجأت الرفع عملت جنحة ليه؟ تعمل جنحة ليه؟ ليه؟ ليه ما رفعتش دعوة قسمة على طول؟ وهل الافضل ايه؟ وانتم ايه رأيكم؟ ورأيكم في الحكم ده؟ ها؟ انا عاوز نقاش، عاوز حوار. انتوا كمحامين اقنعيني، انا كقاضي قضاء جالسين على المنصة اقنعونا رؤيتكم ايه حول مسألة من هذه المسائل. تفضل سعادتك، تفضل سعادتك عشان نشوفك. اسمك ايه؟ تفضل يا استاذ ابراهيم. ايه ليه ما عرفتش تعمل فرز وتجنيب؟ ايه اجراءات دعاوى الفرز والتجنيب؟ ها؟ هل هيمكنك؟ نعم؟ يسبق اعلام وراثه. ما قلنا ده كله بيسبق اعلام وراثه، ما انت لازم تبقى معاك اعلام وراثه. ها؟ انت كنت بتحضر في الجامعات؟ حضرتوا في الكليات؟ حضرتوا شكلكم كده مفيش حد كان بيحضر. ها؟ طيب ماشي. اتفضل يا استاذ، عندك اضافه؟ اتفضل يا استاذ. ها حد تاني عنده اضافه؟ دعاوى الفرز والتجنيب بيسبقها ايه عشان اعملها؟ بعمل ايه؟ انتوا عارفين دعوى الصحه والنفاذ بتعمل ايه عشان ترفع دعوى الصحه والنفاذ؟ ايوه بتعمل ايه؟ ياس ادي برضك في دعوى الفرز والتجنيب. طب هترفع المساحه ازاي؟ او ما اصلا مش مكنك تدخل المكان، وكل شيء تحت حيازته، وقد تكون الاموال اموال منقوله. ده في الغالب هو ده في الغالب الاموال منقوله، يعني اموال في البنوك مثلا، اسهم، سندات، نقود، ديون على الاخر، مش اشياء عينيه ثابته. معنى انا عاوزكم يا اساتذه، المحامي مبدع بيبحث عن حلول. احنا امامنا الان دلوقتي بيقول لي لازم تعمل كذا، قوم واحد يقول الله توفر كل الاموال اموال منقول، هعمل ازاي مثلا مسح مساحه واعمل الكلام ده؟ ها هو ده اللي بيحصل فعلا. اعمل ايه؟ هو الراجل كل شيء تحت حيازته، حتى السلاح بتاعه تحت حيازته، والسلاح يورث. امال ايه؟ اذا هنا نتوقف نقول القاضي الذي أصدر أحكاما بالبراءة، كانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت تفسيرا وقالت لا يستلزم، بس لم تصدر إيه حكما، لا يستلزم أن يسبق الجنحة رفع دعوة. تاني يا ريس، تفسير ولم تصدر ايه حكم، وكان على تفسير ده على لسان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كان مستشار اسمه مستشار غنيم، واصدر تفسيرا يتضمن هذا بانه لا يشترط ان يسبق الجنحة فرز وتجنيد. طيب ايه بقى ذنب الناس اللي خدت براءة، وايه ذنب الناس اللي خدت ادانة؟ نعمل ايه؟ نبحث في ايه بقى؟ ها؟ الاساتذه اللي درسوا جنائي او درسوا عدم الاثر الرجعي للقانون، ومتى يكون عدم رجعيه القانون؟ ما هو كل المواد اللي بتكمل بعضيها يا شباب، اللي درس قانون كل القوانين كعلم انسان كله درستوا الكلام ده؟ الاثر الرجعي للقانون، عدم رجعيه القانون في الحاله دي بقى، فاكرين القانون اصلح للمتهم؟ ها في الحاله دي نعمل ايه؟ الشخص اللي خد براءه ده نعمل له ايه؟ خد براءه بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ انتوا معايا ولا نايمين؟ انا لو عاملكم كمعامله الطلاب عندي في المحاضره هطلعكم كلكم بره.
وسقطكم كلكم. انا بتكلم انتوا اساتذه محامين. هو خد براءة بناء على ايه؟ خد براءة بناء على ان القاضي اعتقد انه يشترط قبل تحريك الدعوة انه الشخص يكون رفع دعوة ايه؟ فرز وتجنيد. طب خد ايدينا ليه؟ ان القاضي اعتقد انه لا يشترط ان يسبق ذلك دعوة فرز وتجنيد. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه للشخص المدعي؟ هنقف نتفرج ولا نقول له لا انت يحق لك ان ترفع الدعوة مرة تانية. ترفع الدعوة مرة ايه؟ تانية. وبناء عليه هذا النص بيحوي ما يلي. هنا بنقول الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، هل المحكمة الدستورية العليا ممكن تفصل في لائحة نص لائحي تشريع فرعي؟ ها؟ إيه رأيكم؟ المحكمة الإدارية بتختص بإيه؟ مين اللي قال لأ؟ هو اللائحة دي مش اسمها تشريع فرعي؟ اسمها تشريع فرعي، يعني هناك تشريع أساسي، تشريع أساسي الدستور، في تشريع عادي القانون، التشريع الفرعي يسمى إيه؟ لائحة. طب اللائحة دي منبثقة من إيه؟ ممكن المحكمة الدستورية العليا تفصل في نص لائحي؟ أي تفصل في نص لائحي. طب مين اللي يفصل في القرار من حيث المشروعية أو عدم المشروعية؟ الدستورية العليا والإدارية؟ إذن سواء كان التشريع فرعي أو تشريع عادي تفصل في دستوريته أو عدم دستوريته المحكمة الدستورية العليا. فبنقول هنا ما هي الآثار المترتبة على الحكم بعدم دستورية نص سواء في قانون أو في لائحة. نجيب النقطة الأهم إن قالوا أن قرارات أن أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها وتفسيرتها ملزمة لكل السلطات. خلي بالك ده تاني اهو. أحكام قراراتها تفسيرتها الأحكام ملزمة، وبناء عليه القاضي الذي أصدر أحكاما بالبراءة أخطأ أم لم يخطئ؟ ليه؟ هو زي يكون دوجت لم يطلع على الجديد، مثل الطبيب المبدع اللي بيطلع على كل ما هو جديد كل يوم، والطبيب اللي نايم اللي موت مريضه لأنه ما عندوش خلفية بالجديد في الحياة، والطبيب اللي هو كل يوم بيتابع. أو كذلك المحامي الذي يقرأ، والمحامي اللي واخدها فهلاوة اللي ماشي في صدره اللي بيتكلم ومش فاهم أبعاد الكلمة اللي بيقولها، زي ما كنت بكلمكم عن الفاتورة الإلكترونية، كله يتكلم معاه المستشار وكله يعمل شوشرة لو مش فاهمين هي في صالحهم ولا ضد صالحهم، عيب. فأنت ساعتك لو مطلع وبتقرأ إيه الجديد خاصة في أحكام الدستور العليا، لأنك تتعامل مع القانون، ممكن بتتكلم في قانون هو ملغي، ممكن تتكلم في لائحة مش موجودة، وفي الآخر أنت بتهين نفسك وبتسقط أمام موكلك. فالمحامي هنا لابد وأن يتابع، بدل ما تقعد تمسك المحمول قاعد تلعب عليه طول اليوم تيك توك وبوك بوك، ها؟ اقعد امسك المحمول وهات حاجة أحكام الدستورية العليا جديدة، أحكام الإدارية العليا. أنا جايب والمستشارة بتسألني امبارح بتقول لي عاوز أحكام الإدارية العليا من عام 15، فراحت المكتبة عندي قلت لهم عندك أحكام من عام 15 لعام 22 كل أحكام الإدارية العليا. ليه؟ أنا لازم أطالع عن الحاجات دي، طور نفسي. ما يقولش بقى أنا عميد كلية وأقعد على المكتب وأمر وأنهي، لا ما ناس هذا
اقرا اقرا لا تركنوا الكتاب. طيب اذا نعمل ايه في القاضي الذي اصدر احكاما بالبراءه؟ نعاقبه. طب نعمل ايه في القاضي الذي اصدر احكاما بالادانه؟ نعمل ايه في كلتا الحالات؟ ابيح لك او شرح لك بان تقوم برفع دعوه من ايه؟ من جديد. هنا السؤال، هل يشترط ان انا ارفع الدعوه على المدعي في محل اقامته او في محل اقامه المدعي؟ ها، في دعوه الارث بالذات، واذا كان المطالب بحقه انثى نوع اخر، القانون عرفنا بانها هي الطرف الضعيف وبالطلب حقها وابرز حقوقها معروفه، هل يجوز لها ان ترفع الدعوه في محل اقامتها؟ عادي. ها، لا يجوز، لازم في عين التداعي، لازم في عين التداعي، الشخص المكان اللي ترتب عليه لا لها فيه الحق في هذا النوع، في هذا النوع من القضايا بصفة خاصة. طيب، قالت موقف الأحكام الصادرة بالبراءة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا قبل صدور القانون، قبل صدور حكم الدستورية العليا، كان يجوز لي أن أرفع جنحة جديدة تاني. طيب، بعد صدورها، بعد صدور حكم الدستورية العليا، أنني بعمل تظلم، بعمل تظلم، وهذا التظلم بيرفع تاني ويرجع النيابة العامة وينظر في الجنحة من جديد، قبل الحكم وبعد إيه الحكم. طيب، إيه النص بقى؟ اقرأ معايا النص. قالت طبعا الطعن كان بيقولوا عدم دستورية هذه المادة لأنها تتناقض مع روح الشرع الإسلامي ولأنها لم تتضمن مسائل معينة، فردت المحكمة الدستورية العليا وقالت بعدم قبول الدعوة رقم 41 من القانون 49 الخاص بالفصل في دستورية المادة فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية أو رضائية أو قضاء لقيام جريمة الامتناع. قال لك أنا هرجع في ذاك القواعد العامة وأنا مش هتعرض للنقطة دي، لكن أصدرت لك تفسيرا بأنه لا يشترط أن يكون هناك دعوة قسمة أو قسمة رضائية أو خلافه. فكان النص يعني مش هنقول مبهم أو فيه لبس أو فيه غموض، لكن أعقب هذا النص تفسيرا محددا، وتم تأسيس هذا الحكم على ما أفصحت عنه من النصيب الشرعي المقرر بالميراث. قال لك هل يجوز رفع الجنحة مرة تانية أم لا يجوز لسبق الفصل فيها؟ قال لك لا، يجوز رفع الجنحة للمرة التانية. طيب، نعم، ليه ايه ساعتك؟ حالة استثنائية. ما انا وفقا توقفنا عند التفسير، توقفنا عند التفسير، والتفسير ده فسروه القاضي، فسره بشكل، وده هذا لم يخطئ وهذا لم يخطئ، لكن في النهاية المحكمة الدستورية فصلت وقالت لا، لا يشترط ان يسبق الجنحة او تحريك الجنحة دعوة قسمة او دعوة فرز او تجنيد. هذا مثال لقضية ميراث، قضية ايه؟ ميراث. نجحنا بقى في مسائل اخرى في قضايا الميراث او قضايا الاحوال الشخصية. انت لن تستطيع ان تفصل او تمشي في قضية ميراث بدون علمك باحكام الميراث، اذا لابد وان تدرس ايه؟ وتفهم احكام الميراث، احكام الميراث. أو مدرس أحكام الميراث يمكن أن تناقش ويمكن أن تكتب ويمكن أن تبدع، ماشي إزاي؟ فهنا مثلا أما جاءت قضية في الكلالة، وفي حد فيكم عارف الكلالة؟ حد عارف فيكم الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ها؟ ليس له ولد ماليش إرث، من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له إيه ولا والد. طيب،
في مسائل الشرع، الشرع يعني حكم فيها، أو مش الشرع، المجتهدين في الشرع، يعني سيدنا عمر بن الخطاب في المسألة الحمرية، فاكرين المسألة الحمرية؟ هب أن أبانا حمارا، أو الحجرية، هب أن أبانا حجرا، أولاد ماتوا، إخوة أشقاء وإخوة الأم، إخوة أشقاء وإخوة الأم، مين الأولى في الميراثنا؟ درجة الميراث الأقوى مين يرث؟ الإخوة الأشقاء. فذهب الإخوة الأم لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له إيه؟ الله، هب أن أبانا حمار، أليست أمنا واحدة؟ دي أمنا ودي أم، طب ليه نحرم إحنا من الميراث؟ فقضى بينهما إيه؟ بالسوية، يرثوا زي بعض. فما قررت هذه المسألة مرة أخرى ولم يسوي بينهم، قال هذا ما قضينا وعلى هذا نقضي. إذن هنا مطروك المن. هنا بقى بنتكلم عن حاجة مهمة جدا كأساتذة محامين، وما تكتبوا المذكرات وما تريدوا تدعوا فيها، في مسائل اجتهادية تختلف باختلاف كل عصر ومصر، وفي مسائل ونصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها. في مسائل، المسائل قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في الشرع بالذات محصورة على اليد، لأن الأصل في كل الأشياء الإباحة إلا ما حرم بنص، كل شيء مباح إلا ما حرم بنص، والمحرمات وردت على سبيل الحصر. فما تجي في مسائل الميراث، هل كل مسائل الميراث النصوص فيها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، أم أن فيها نصوص ظنية الثبوت، ظنية الدلالة؟ يعني إيه قطعية الثبوت؟ اسمك إيه الكريم؟ تفضل. يعني لك اجتهاد فيها، لك اجتهاد فيها، وما لك والسارق والسارقة إيه؟ ممكن تقطع رجله؟ أفعل عينه؟ ولا دي إيه؟ خلاص ما فيهاش اجتهاد، ما فيهاش اجتهاد، قطعية الثبوت، قطعية خلاص، إيه العلة منها يعني؟ طيب تفضل. في مسائل مش قطعية الثبوت، كرجم المحصن، الرجم، المرأة التي فعلت الفاحشة وهي متزوجة، في نص قرآن بيقول ارجموها؟ ها؟ في نص؟ مفيش. خلي بالك، امال جبناها منين؟ هات بس، هات جبناها من السنة؟ طيب السنة قالت ايه؟ ايه بس قولي قالت ايه بس، احكي لي كده. ما عشان كده بقول لكم خليكم المفردة تطلع من لسانكم ها موثقة، ما تقولوش اي كلام، ما تقولوش اي كلام. انا باخذ مصادر الاحكام باخدها من ايه علشان ابدا اختتم معاكم؟ مصادر الاحكام او الادلة التي تؤخذ منها الاحكام، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. أما الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس بين كل الأئمة، بين كل حتى الشيعة، بين كل الأئمة. أما الأدلة المختلف فيها، إيه مختلف فيها؟ بين كل الأئمة تربو عن 13 دليلا، 13 دليل، منهم الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، قول الصحابة، عمل أهل المدينة، أقل ما قيل، أدي العرف، كل هذه مصادر مختلف إيه؟ فيها مصادر مختلف فيها. أنا كرجل بقى مجتهد، ومن يقول أن باب الاجتهاد أغلق فهو مخطئ، فباب الاجتهاد إلى أن تقوم الساعة، لأن لكل زمن رجاله، كل زمن له رجاله، والبيئات بتختلف ومظاهر الحياة بتختلف، فلا نتوقف عند زمن معين، لا نتوقف عند زمن معين. أنا هنا كان بودي أن أنا أستطرد معكم في مسائل الأحوال الشخصية،
لكن ما يهمون هنا أنه بالنسبة لهذه المادة اللي بتتكلم عن امتناع عن تسليم التركة أن كلاهما أصاب، لكن دوري أنا كمدعي لي الحق أن أتظلم ولي الحق في رفع دعوة أخرى. اتفضل. عارف نفس الموضوع اللي خالف جريمة الامتناع عن تسليم التركة بتحوي بداخلها جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على أحقيتك في التركة. يعني إذا كان هناك المعلن جريمة امتناع عن تسليم تركة تحوي بداخلها جريمة امتناع من تحت يده المال أو الحق الشيء أن تسليمك المستندات التي تدلل على إيه؟ أحقيتك في التركة. ماشي؟ نفس الوضع. نعم. إيه؟ نعم. لا لما في حكم في دعوه مرفوعه من الدستور العليا بايه على نفس الموضوع في وقف تعليق اهو لحين الفصل. خلاص اتنظم انقاذ الموضوع. وضح له وضح له انه في وقف تعليق لان مطعون امام الدستور العليا وبجيب رقم الطعن بس حالته الخبير ده ولا عدم ده ما هو عامل زي المحامي اللي ما بيقراش. ما القاضي اللي عمل كده عامل زي المحامي اللي ما بيقراش وهذا الخطا. انت بقى بصحح له. ها في اي سؤال تاني؟ في اي سؤال يا اساتذه؟ اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.